إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. يا ناس حد يرحمني من الوقت ده؟ اسمع يا انا بقى ما اقولك، اسمع يا سامية، انا حرام يا سامية في وشك بقى، اديني بقول لها مش ده اللي انت ماسكه عليا، اديني قلت لها انا حرام. بص خالتي حرامي، مبسوط؟ روح قولي لابوكي، وخلي ابوكي يقولي عم حسين صاحبه اللي بيقعد معاه القهوة. بص خالتك حرامي، روحي بقى قولي لابوكي، وخلي ابوكي يقولي اتخرجت، وخلي خالتك يقول لابوكي. يا عيني ده اتصدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي بحلقة جديدة وعالم أسر والتقنية. النهاردة معكم فيديو خاص لليفي كوهين. ليفي كوهين طبعا احنا عرفنا هو مين، وهنتكلم النهاردة عن منصة جيتكس دوت برو. أي حد كان مشترك في منصة جيتكس برو هو عارف مين المروج لهذه المنصة. مبدئيا ألف مبروك، طلع عيشة وحذف كل الفيديوهات من على قناته. لو انت دورت على جيتكس برو مش هتلاقي أي حاجة تخص جيتكس برو على قناته، هو حذفها. الناس بس اللي خدت $50 عشان تنشروا على هذا الموقع النصاب هم اللي مازالت الفيديوهات بتاعتهم موجودة في البحث، ولكن الأخ ليفي هو اللي كل فيديوهاته ذهبت مع الريح لأنه مش قد كلمته وعمل كذا فيديو بيغلط فيه. ما عنديش أي مشكلة، هيتشالوا بالقانون، ولكن هو كان بيتحدى في آخر فيديو وبيشتم وبيقول أنه هيرفع علي قضية هيخليني أشحت في الشوارع. أحب أقول لك يا أخ ليفي ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك، أنا منتظرك أنك ترفع علي قضية لسبب بسيط جدا. أنا عندي فوق 120 شخص من اللي اتنصب عليهم قبل كده في كذا موقع، نفسهم يعرفوا ميتين أم يعني عايزين يعرفوا حضرتك في أي دولة واسمك إيه عشان خاطر يقوموا معاك بالواجب. فحضرتك أم هترفع القضية لو أنت أدي كلامك وأسد وراجل، ارفعها مفيش أي مشكلة. أنا منتظر حضرتك عشان أعرف بس الشخص اللي رفع عليه القضية اسمه إيه وبياناته إيه ومن أي دولة، وأنا هزقلطه يعني هاخده كده اهو وهبعته للناس اللي اتنصب عليها قبل كده، هنشر الداتا بتاعته عشان خاطر كل واحد ليه حق يعرف ياخد حقه. يبقى حضرتك هترفع عليه قضية واحدة، وحضرتك هترفع عليك ما يقارب من 120 قضية. يبقى ايه رأيك في هذه الحزبة الجهنمية؟ يبقى احنا كده بنتكلم ان الاخ ليفي ابتدى يبقى عيشة رجع لورا وابتدى يحذف الفيديوهات، وهايب تيم للناس اللي هي بتبقى ماشية ومصدقة حضرتك ده شخص ليه قناتين، حذف واحدة نصبت المنصة والتانية هتنصب عليك في نفس الوقت. فازاي واحد نصب عليك باسم تاني في قناة تاني وحضرتك لسه مصدقه وماشي وراه في القناة الجديدة؟ لا هو هيقدر يرفع قضايا ولا يقدر يعمل اي حاجة، لانه هو ما يقدرش يعمل اي حاجة لانه ليه؟ لانه هو في النهاية لا يستطيع انه هو يكون نصاب ويرفع قضية، لانه هو عايزين ناس كتير عايز رقبته عشان خاطر النصب اللي حصل عليهم قبل كده في مواقع زي كوين تيك وفي مواقع زي جيتكس برو وغيرهم وغيرهم وغيرهم، اكتر من موقع محدش شرحهم غير جنابه ومحدش اتكلم عليهم في البداية غيره ومحدش بيدفع فلوس للناس عشان تنشر فيديوهات غيره. يعني هو صاحب هذه المنصات بنسبة 99% ان ما كانش 1%. فانا ما زلت انتظر ان هو يبعت لي الحكم او القضية اللي هو بيتهمني فيها او بيقول انه هيخرب بيتي فيها، عشان اشوف هيبعتها باي وش وهيبعتها باني اسم وباني عنوان. نفسي اعرف لك وش، نفسي اعرف لك بلد، نفسي اعرف لك عنوان في اي مكان في اي زمان عشان خاطر اعلم على وشك بالالوان. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.